المؤتمر قدم مجموعة من المدخلات القيمة والأبحاث اللي بتحاول تعالج مسائل متداخلة ومعقدة من الاقتصاد السياسي وصولاً للفعل الثوري مروراً بدور المثقفين الفلسطينيين وغيرهم، وبالتالي كان المؤتمر جداً غني. هذا المؤتمر ركز خلال اليومين الماضيين على عدد من العناوين الهامة التي تشكل منصة لنهوض الحركة الوطنية الفلسطينية، الحركة العمالية الفلسطينية، الاقتصاد الفلسطيني من أجل تحقيق الأهداف النضالية الفلسطينية بالتحرر والاستقلال